جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية ببجيج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، هذا هو المجلس الثاني من التعليق على رسالة عظيمة للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي القواعد الأربع المهمة التي هي تبين دين الله جل وعلا وتوضح دين أهل الإسلام وهو التوحيد، وتوضح دين أهل الشرك وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأخذنا في الدرس الماضي مقدمة ودعاء في مقدمة رسالته، وهو قوله رحمه الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وهذا الدرس نكمله بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة العظيمة التي هي قبل القواعد الأربع المهمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وفي قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأتى بهذه المقدمة العظيمة كمدخل لهذه القواعد الأربع. وقوله هنا: اعلم أرشدك الله، هنا رحمه الله يعلم ويدعو، وهذا من نصحه وشفقته وحسن تعليمه رحمه الله. اعلم أي تيقن وتفهم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وهذه كلمة عظيمة تؤتى بين يدي الأمور المهمة، كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا عند قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وغيرها كثير من الأدلة. المهم أيها الأحبة أن هذه الكلمة تؤتى بين يدي الأمور المهمة. اعلم أرشدك الله، أي أرشدك الله جعلك من أهل الرشاد، وهو صلاح العمل، لأن الرشد هو حسن التصرف وضده الغي. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد تبين الرشد من الغي. والرشد هو الاستقامة على الحق والبعد عن الباطل والغي والضلال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الصحابة ومثني عليهم وحاثا على اتباع سبيلهم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والرشد هو صلاح العمل، والهداية هو صلاح العلم. لذلك الرشد أعظمه هو التوحيد، ويشمل التوحيد والسنة والطاعة والغي، يشمل الشرك والبدعة والمعصية، وأعظمها هو الشرك بالله جل وعلا. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. والطاعة هو فعل الأوامر وترك النواهي، وحري بالمسلم أن يوفق لطاعة الله جل وعلا بامتثال أمره واجتناب نهيه، لكي يفوز برضاه وجنته ويبتعد عن ناره وغضبه. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي التي أمر الله جل وعلا بها، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله، حيث قال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال رحمه الله هنا: ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين. وتأمري والحبة أن تعبد الله مخلصا له الدين. العبادة لا تكفي، وإنما المطلوب الإخلاص في العبادة. أن تعبد الله وحده، هذا تأكيد، مخلصا، أي أن تكون عبادتك هذه مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى، وإلا لن تكون هذه عبادة صحيحة وعبادة مقبولة. لذلك قال رحمه الله: وأما هنا الحنف هو الميل، الحنف هو الميل، والحنف والحنيف هو كما عرفها
أحد السلف هو المقبل على الله المعرض عما سوى الله. لذلك قال رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الخلق وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلقنا وخلق الجن والإنس هو عبادة الله جل وعلا، وعبادته معناها توحيده سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عباس رحمه الله: كل أمر في كتاب الله جل وعلا بالعبادة فمعناه التوحيد. كل أمر في كتاب الله جل وعلا بالعبادة فمعناه التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ماذا؟ أي وحدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، أنت عرفت أن الله خلقك لعبادته، قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. عبادة بدون توحيد هذه ليست عبادة، ولو تعبد ولو صام ولو قام ولو تصدق ولو بر لوالديه ولو فعل ما فعل فإنه عبادته لا تنفع يوم القيامة. لذلك قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن جدعان كان رجل جواد كريم، ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يؤمن باليوم الآخر. وهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم بمعرفته وضبطه. ثم مثل بمثال تقريبي، قال أن العبادة لا تسمى عبادة مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فلو صلى الإنسان بدون طهارة بدون وضوء هل يصح؟ الطهارة شرط لصحة الصلاة، فكذلك التوحيد شرط لصحة العبادة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، أي حبطت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. لذلك العلماء يقولون مثابة الشرك في العبادة كمثابة السم في الطعام، فإن السم إذا دخل في الطعام حبط هذا الطعام ولا يصح الأكل فيه، وكذلك الشرك إذا دخل في العبادة فإنه يحبطها. قال رحمه الله: فإذا عرفت، الآن عرفت أن الشرك إذا دخل في العبادة فسدت كالحدث في الصلاة، قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، لأن الله جل وعلا قال: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكون من الخاسرين، وصار صاحبه من الخالدين في النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لابد أن تعرف ماذا؟ تعرف الشرك، لكي ماذا؟ لكي تجتنبه وكي لا تقع فيه. فتعرف الشرك، والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو كالغلو مثلا في الصالحين، أو كالحلف بغير الله جل وعلا، أو كيسير الرياء، أو كقول الرجل ما شاء الله وشئت، أو كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، أو كقول الرجل ما لله وأنت، وغير ذلك، أو كمن يحلف مثلا بالنبي أو بالولي أو بغير ذلك، هذا كله شرك بالله جل وعلا. لذلك يجب أن يوحد الإنسان في أقواله وأفعاله. لذلك قال العلماء أن الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر أن الأصغر هو كل قول أو فعل أطلق في الشرع بوصفه شرك ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. لذلك قال رحمه الله بعدها: فإذا عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. فسمى الشرك شبكة، شبكة إذا دخل الإنسان اختلط بها وأوقعت، فكذلك الشرك لأنه أنواع كثيرة وحبائل عظيمة، فإذا وقع فيها الإنسان لا يخرج منها. قال: وهو الشرك بالله الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المشرك بالله لا يغفر الله عمله. لذلك أيها الأحبة، كل الناس يدخلون تحت عفو الله ورحمة الله إلا من
إلا المشرك، هذا بعيد عن رحمة الله، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد، والقاعدة هو الأصل الذي يتفرع عنه الأشياء الكثيرة. وسميت قواعد لماذا؟ لأنه بفهمها يعرف الفرق ما بين التوحيد وبين الشرك، ويميز بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والتوحيد بأنواعه الثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه والأحبة مقدمة بين يدي هذه القواعد الأربع، وهي مهمة جدا في هذا الباب العظيم، فإذا عرفها الإنسان، وهذا هنا دعوة والأحبة، ينبغي للمسلم أن يتعلم التوحيد ويعرف التوحيد بأفراده وأنواعه، ويعرف أن التوحيد ثلاث أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ويعرف الشرك بأنواعه لكي ماذا؟ لكي يجتنبه ولا يقع فيه. وأيضا ينبغي له أن يكون على حذر من الشرك. إبراهيم إمام الحنفاء، وهو الذي كسر الأصنام بيده، يقول ربي اجعلني، ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب وأبنائي، والشرك في جانب آخر. فكيف؟ لذلك قال أحد السلف وهو إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يأتي أحد يقول والله الشرك معروف والشرك معلوم، لا، لست بأفضل من الأنبياء والرسل، ولست بخير من الصحابة، خافوا الشرك على أنفسهم. وأيضا ينبغي الإنسان أن يسأل الله أن يعيده من الشرك، يسأل الله أن يعيده من الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته هذا الأمر، وقال: ألا أقول لكم أمرا إذا قلتموه أذهب عنكم الشرك قليله وكثيره؟ تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. لذلك أحب حري بأهل الإسلام أن يتعلموا التوحيد، وأن يتعلموا الشرك، وأن يعرفوا التوحيد، وأن يعرفوا الشرك. لماذا؟ لكي يطبقوه ويكونوا من أهل الجنة، ويعرفوا الشرك لكي يجتنبوه فيجتنبوا ناره. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين، وأن يجعلنا من أتباع سيد المرسلين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.